بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بنعمل تريبل كام اللي قدامنا دي اللي هي الأولانية الكانون اي تي دي مع 18-135 ملم 4.5 5.6. دي بقى القديمة بتاعتنا نمرة واحد، لكن 10/10 بصراحة ممتازة جدا، شغلها حلو قوي وتصويرها في الفيديوهات جميل. وبعدين السوني اللي هي نمرة 2 اللي احنا جبناها بعد الكانون اي تي دي، وطبعا مستوى كويس جدا، وكانت كاميرا غالية مش رخيصة، ومركب لها العدسة السوني بتاعتها 35 ملم مع ال 1.8، وانا شايفه المستوى حلو، يعني السكرين شايفه قدامه هي يعني حاجة ما شاء الله، لا حلو 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 قوي يعني. وبعد كده نرجع بقى للجديدة، احدث حاجة بقى اللي هي الكانون ار دي، بقى ما شاء الله دي عاملة بقى شغل، والاي ديتكشن شغال 10/10 وجميلة جميلة، مستوى ما شاء الله حلو حلو قوي 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 يعني. فطبعا دي بقى البرينج زي ما بيقولوا. فاحنا كده عاملين اهو الفيديو النهاردة عشان نبين لكم ازاي هننقل بقى على الدافنجي ريزولف، ونركب لهم التلاتة نركبهم مع بعض ونطلعهم فاينل وان فيديو. فدي تعتبر كده نمرة ثلاثة اللي هي الكانون ار. نرجع لنمبر وان تاني اللي هي الكانون اي تي دي، ونتكلم شوية عن النهاردة. الحمد لله عملنا شغل كويس جدا، وخلصنا بدري الساعة 2، وجينا خدنا بقى الشاور المعتاد الدافي جدا عشان نطلع بقية البرد اللي موجودة، لأن لسه في شوية طبعا هنكمله على خير. وانا ما بصدق الدنيا بتبقى حر بره، بطلع اخد صن باس اوتسايد، يعني بقعد لي ساعتين ثلاثة في الشمس، او برضو ايه بتساعد في حكاية البرد يطلع اكتر يعني. ودي بقى نمرة 2 السوني. نقول بقى ان احنا باذن الله بكره الجو يعني هو في كلاود شويه وشويه شمس، فهننزل هنعمل شويه بقى ايه طبعا صور بالسيجما 150-600، نعمل شويه تصوير بيردز باذن الله. لان انا رحت مكان ما كانش فيه، لو انا مروح لقيت في السكه كده، فعلى السريع خدت كام واحده ما ركزتش. فبكره باذن الله هروح مكان فيه كتير، هقعد بقى اغيظ واعمل بقى كل اللي في نفسي باذن الله. ودي بقى نمره ثلاثه، نرجع لنمره ثلاثه الكانون ار، ونقوله بقى باذن الله بعد ما هنخلص بقى طبعا التصوير بكره هنطلع على الجيم بتاع اللي هو نيو جيرسي، يعني يعمل لنا برضو حوالي ساعة كده ولا حاجة، ونرجع بقى يعني مهدود حيلنا. يعني هنبتدي تصوير من 6 لغاية 8 هنروح قبل ما نوصل هناك 8:30، هنلعب لنا ساعة 9:30 قبل ما نرجع البيت، هتبقى على الساعة 10. كل ده وانا واخد قهوة بس، انا بحب كده، بحب ابقى واخد القهوة بس عشان ما بقاش يعني، لان انا باكل ببقى عايز انام، ما ينفعش يعني. فبإذن الله ده السيستم اللي هنعمله بكرة يعني. وبعدين بقى نقوله بقى خلاص كده، نقوله كفاية كده بقى، ومتشكرين جدا وإن انتوا يعني اتفرجتوا على التكنيك اللي احنا عاملينه جديد 3 كام على الدافنجي ريزولف، وباك جراوند مزيكا هتبان بإذن الله يعني. هنشوف بإذن الله، وربنا المستعان بقى. يلا بإذن الله، wish me good luck. اوكي يلا، thank you. وربنا المستعان بقى. يلا بإذن الله، wish me good luck. اوكي يلا، thank you.